طب عندنا بقى النهارده خبر اهلي تركي اهلي. ايه الحكايه بقى اهلي تركي اهلي ده؟ النادي الاهلي طلع بيان الكل يعني كان بينتظره من فتره، وخد قرارات مهمه في ازمته مع المستشار ترك آل الشيخ. القرارات دهيت من ضمنها انه شالوا اسمه من الرئاسه الشرفيه للنادي، ومطالبه وزاره الشباب باسترجاع الهدايا، كل الهدايا العينيه والماديه اللي تلقاها الاهلي من تركي آل الشيخ. وحرمان حسام عاشور من امتيازات، يعني اللي مش متابع الموضوع ده هيلاقي نفسه تايه شويه في التفاصيل، انما احنا وصلنا لمرحله انه تركي آل الشيخ، مستشار تركي آل الشيخ كتب تويته قال فيها اخيرا الاستقاله اتقبلت، والكوره الان في ملعب معالي وزير الرياضه لارجاع كل شيء، ويا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسل. طيب انا بس عايز اقول لحضراتكم ما يلي، يعني انا طبعا في دلوقتي انا فاهم انه في هجمه شرسه على تركي آل الشيخ من جمهور النادي الاهلي وعلى وسائل الديجيتال ميديا، يعني التواصل الرقمي والكلام ده. انا يعني لو ليا تعليق بسيط في المساله ديت، اولا انا لا احب الاساءه، الاساءه هي لغه الضعفاء، واي حد بيسيء لتركي آل الشيخ اعرف انه ده شخص متطرف في حبه للاهلي، متطرف بشكل او باخر. وانا بقوله هو بوضوح يا جمهور النادي الاهلي، يعني انا من النادي الاهلي، ارجوكم استخدموا اللغه اللائقه بالنادي الاهلي وبمصر، ما تبالغوش، عشان احنا مش يعني موضوع ابسط من خناقات، فارجو ان احنا ما نتطرفش في الهجوم على حد، ولا حتى في الاطراء على حد، في ان احنا نمدح حد، يعني لا نشتم حد ولا نمدح حد، خلينا كده ايه نتكلم بلغه العقل. تاني حاجه، المستشار تركي آل الشيخ انا شايف انه ليه شعبيه وليه تواجد في مصر، وانا مش عايزه ياخد المساله بمنطق انه لا نحله لا عايزك لا 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 عرسلك ولا تقرصيني ولا الكلام ده، لا احنا اهلا بيك في مصر. انا واحد مصري واهلاوي ومانيش متطرف في حب الاهلي لدرجه الناس يقول لك الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق مصر، يعني لا، الاهلي فوق اعضائه صح، انما الاهلي فوق مصر لا طبعا، مصر فوق الكل، فوق الكل. ومع ذلك احنا محتاجين وعايزين انه كل الاسهامات تيجي من اشقائنا في الدول العربيه في كل المجالات، في الكوره وفي غيرها وفي غيرها وغيرها. ليه تسحب استثماراتك من مصر؟ انا بقولها سؤال على الهواء، ومبادره مني، مبادره مني انا وجيهان او من لا، خليك في مصر وساعد الانديه يا اهلي وزمالك وغيره. احنا بنحب السعوديه اهل المملكه، وبنحب القيادات هناك، وعارفين ان انتم كمان قلبكم على استقرار الاوضاع في مصر، وعارفين ان انتم يهمكم ان مصر تكون افضل مما هي عليه سواء في المجال الرياضي او في اي مجال اخر. فلا، انا بقول لتركي آل الشيخ ما تسحبش استثماراتك من مصر، وما فيش فلوس ترجع لك ولا حاجه، ما دام انت اديتها لمصر، لو هتاخدها من مصر خدها من الاهلي وحطها في حاجه ثانيه. انا بقول لك اهو، خدها من الاهلي وحطها في القصر العيني، لو انت يعني، لان انا عايزك تفضل موجود في مصر، انا عايز يفضل ذكرك في مصر بالخير، انك راجل خير وبتحب هذا، انا عارف انت بتحب، يعني معظم تعليقاتك، او مثلا يحطها في فريق تاني. لا ما انا بقول، انا هقول له بامانه، اصل انا راجل ايه بقى، اتفرج على الكوره وكل حاجه، انما لما تيجي تقول لي كوره ولا علم اقول لك لا علم، تقول لي علم ولا صحه اقول لك يعني علم وصحه. بس انا لما بشوف انه في مشاكل زي دي، يعني انا طبعا انت عارف الستات ممكن يتفرجوا على الماتشات، وبقى اهلاويه او زملكاويه، بس جون اللي هي الحاجات اللقطه الاخيره، اللقطه الاخيره واخد بالك. لكن لما بلاقي انه في مشكلات زي دي، لا، الرياضه يا جماعه، الرياضه بتجمع صح، الرياضه مش بتفرق. ايوه برافو، الرياضه بتجمع وبتحبب الناس فيها، وبتجمع شمل ناس كتير، يعني مجاميع كتيره صح، وبتبقى حلوه. يعني شوف احنا لما بنقعد قدام ماتش، لما يعني ان شاء الله ما الكورونا تخلص يعني شوف لما كان بيبقى فيه ماتش، كلنا كنا بنبقى قاعدين ستات ورجاله، وكان بيبقى يوم صح، بقى ايه كانه عيد يعني. منتخبنا بيلعب او فريق مثلا مصري بيلعب فريق غير مصري، طبعا احنا عشان كده يعني الى اخينا وصديقنا تركي آل الشيخ، خلي ليك في تواجد في مصر، في ناس مصريين كتير قوي بتحبك، مش عشان الكوره، عشان انت من ريحه الحبايب، عشان انت من المملكه العربيه السعوديه، عشان انت من اهلنا في المملكه العربيه السعوديه، واحنا عايزين يكون في تواصل، عايزين يكون في استثمارات، عايزين يكون في شغل. خد الفلوس من الاهلي لو انت يعني الموضوع حبك ان ناخد الفلوس من الاهلي، وانا على فكره ما عنديش اي مشكله مع كده، حطها في القصر العيني. انا بقول انا اي حد في مصر عايز يتبرع يتبرع في القصر العيني. انا عايز اقول لك ده من تجربه شخصيه، مرتين حصلت حاجات واروح القصر العيني، لا حاجه صعبه.
يعني محتاجين, محتاجين دعم القصر العيني. لأن القصر لأنه الملجأ الأول للأغلبية الكاسحة من أهل مصر الطيبين هو القصر العيني, القصر العيني اللي من غير فلوس. أيوه. فأنا بقول يعني لو عايز تتبرع, لو عايز تنقل وتبقى يعني ممكن يدوك لقب حاجة في القصر العيني برضه. يعني وعلى فكرة هو المتبرع الأكبر, هو معروف عنه إن هو بيحب مصر. أيوه ما أناش كده يعني بقول أنا يعني يصعب عليا إن واحد بيحب هو مصر, هو مش غريب عليه إن هو بيحب مصر وأهل مصر وفنانين مصر يعني هو بيحب فعلا مصر وعاشق لمصر. لا ما هو مادام هو اهتمامه بمصر إنه يحاول يعمل نادي, يجيب نادي هنا ويضمه ويمول النادي الأهلي ويمول نادي الزمالك ويمول الفن المصري. فأنا بس عايز أقول إيه, ما إحنا محتاجين الناس اللي زيك في مصر. صحيح. تمشي ليه؟ عندك مشكله مع اداره النادي الاهلي الحاليه؟ يا عم خد الفلوس, انا بقول لك اهو خد الفلوس بس حطها في اي مشروع وطني مصري تاني يكتب لك وتاخد ثواب عند ربنا اكتر بقى من الفلوس اللي حصلت في الاهلي. والله انت عارف الصح دي بقى كلمه مش عايز تكسب ثواب عند ربنا. في ناس في مصر صدقه يعني بتتصدق على اهل مصر الغلابه اللي محتاجين علاج, وخاصه ان احنا في ظروف صعبه خلاص هتسحب الفلوس من الاهلي حطها في القصر العيني, حطها في اي مشروع صحي في مصر تكسب دنيا واخره. وحب مصر, حب اهل مصر ليك هو انا مش رايي انه طبعا باستثناء في ناس متطرفه في حبها لنادي الترسانه ولا نادي مش عارف ايه, بص تلاقي الترسانه فوق الجميع. يا عم ترسانه فوق الجميع, مصر هي اللي فوق الجميع. يعني انا برضو عارفه ان هو متطرف في حبه للاهلي, يعني انا عارفه ان هو بيحب النادي الاهلي هو يعني تركي آل الشيخ طبعا هو يعني اكيد ما كانش يعمل كده. ده انا الكلام على فكره الارقام بتتكلم عن نص مليار جنيه. يعني في حد يعني قال ان الرقم ده حوالي نص مليار جنيه, يعني 500 مليون جنيه. انا والله العظيم لو معايا المبلغ ده اقسم بالله العظيم جزء يروح للقصر العيني, جزء يروح لجامعه القاهره, جزء يروح للازهر. انا عملت كده بس يعني اقسمهم ثلاث للازهر. الازهر انا مره ممكن نعمل فقره الازهر مش تطرف, لا المتطرفين موجودين في كل حته عشان بس ده موضوع تاني. بس انا قصدي انه لا احنا محتاجين ندعم مؤسسات مصر الصحيه والتعليميه بس خلاص. رساله هايله والله يا دكتور معتز. واحنا كده خلصنا اخبارنا. أيوة. مشاهدينا فاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيف حلقتنا النهارده الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي.